السلام عليكم، معكم محمود. النهاردة بعرض لكم مكتبة عربية في قلب روسيا، في جمهورية داغستان تحديدا، وفي العاصمة مخاتشقالا باللغة العربية أو بالروسية مخاتشقالا. الكتب زي ما حضراتكم شايفين من الحاجات اللي بتعلم حاجات في الإسلام من وضوء وزكاة والتخلص من الربا ومخارج الحروف العربية، تعليم يعني اللغة العربية وطريقة الصلاة وأنواع الصلاة وأنواع كثيرة أو أطياف كثيرة من فصول وفروع الدين الإسلامي. كمان في كتب تاريخية وجدتها وحاجات فعلا تهم المرأة والطفل المسلم في هذه البلاد الروسية. معظم الكتب لقيتها باللغة الروسية، بالإضافة للكتب التاريخية الخاصة بالأبطال والكتاب والمفكرين الداغستانيين وغيرهم في منطقة القوقاز. زي ما حضراتكم شايفين أمامنا هي الكتب والشخصيات التاريخية وأفكارها وكتبها وتعاليمها. وما كانش غريب علي أشوف الكتب دي، لأن شفت مناظرها في مصر في مكتبات خاصة بالأقلية الروسية في مصر في منطقة الحي السابع والعاشر، فيها مكتبات خاصة للناس دي بتجمع بعض الكتب الخاصة بالدارسين في الأزهر ومراكز تعليم اللغة العربية، بتبقى فيها كتب كتيرة بالروسي لتعليمهم مش بس اللغة العربية ولكن أمور الدين الإسلامي. واللي أمامنا حاليا ده الشق العربي من المكتبة، وهنبتدي نشوف مع بعض كل الموسوعات والسلاسل التاريخية في التفاسير وغيرها باللغة العربية، وفي منها مطبوع تخيلوا فين، نشوف مع بعض. دمشق الشام ودي طبعا موسوعات متكاملة باللغة العربية. وخرجت من المكتبة متجه إلى المسجد لأن أذان الظهر كان أذان زي ما حضراتكم سمعتوا الأدعية اللي بعد الأذان. الطريق إلى المسجد، صلاة الظهر إن شاء الله كان أوانه. أنا أعبر العبور الثاني، الجامع هناك اهو. الشارع فتحت بس عادي، اللي حود وهيعدي يدهسنا هيدهسنا هيدوسنا عادي. بسم الله ما شاء الله، اكبر مسجد في مخاتشقالا.
لا ورا منظر بقى الجبال والخضره. المهم نصور الكلام ده بعدين عشان هنا الاقامه بتنجز يعني 5 دقايق 7 دقايق حاجه كده ويبداوا على طول. مش عندنا كده في مصر مثلا 20 دقيقة و15 دقيقة، لا هنا أسرع شوية. متواضعين الحمد لله. شوفوا بعد انتهاء الصلاة قلت اوريكم منظر بانورامي كده للمسجد قبل ما نخرج. ولو تلاحظوا ان الستايل بتاع المسجد شبه المساجد المبنية في الدول العربية. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. نخرج من الجامع على بركة الله. نشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.